السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل بإذن الله عز وجل ما بدأناه في تفسير سورة الأنعام. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وشرحنا الآية ديت بتفصيل المرة الماضية، يعني المحاضرة اللي فاتت كلها كانت في قول الله عز وجل: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. نكمل بقى، قلنا ده كان هيبقى بس خروج عن السياق القرآني، مسألة الاختلاف بين المسلمين ومما يؤدي هذا الاختلاف لأن احنا بأسنا بيوجه لبعض بدل ما بيوجه للكفار المحاربين. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. نكمل بقى ايه السياق القرآني في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين الذين يرفضون الآيات، ومهما طرح عليهم من آيات قرآنية من أول السورة، وربنا سبحانه وتعالى في أول السورة قال إن فيه نور وفي ظلمات، وإن الناس بتختار الظلمات وبتترك النور بالرغم من وضوح الآيات، وبيتعنتوا في طلب الآيات. وقلنا في أصناف، صنف بيتعنت وعايز آيات، وصنف عايز ملائكة تنزل من السماء، وصنف بيمثل إنه بيسمع القرآن، وصنوف عمالة تجيلنا في التعامل مع الآيات ربنا سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل استكمالا للخطاب عنهم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله عز وجل، آية 66 سورة الأنعام: وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وكذب به قومك، كذبوا بإيه؟ الهاء دي عايدة على إيه؟ العجيب بالرغم ان اغلب الناس كتير من المفسرين المتاخرين قالوا القران، الا ان المتقدمين قالوا وكذب به اي بالعذاب اللي مذكور في قول الله عز وجل: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا. العذاب ده من فوق من تحت، يلبسكم شيعا يذيق بعضكم باس بعض. انواع العذاب ديت هدد الله عز وجل بها المعرضين عن الايات. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم هم مش متاثرين بالتخويف بالعذاب لانهم ايه؟ يكذبون بالعذاب. ورجحوا القول ده بدليل الآية اللي بعدها: لكل نبأ مستقر، يعني كل وعد كل خبر لوقت هيحصل فيه. فكل وعد من الوعود اللي انت قلتها يا رسول الله ليهم هيجي وقت يحصل فيه، قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. وإن كان بعض المفسرين زي ما قلنا قالوا كذب بها أي بالقرآن، فما تنشغلش بيهم، فمن كذب بالقرآن فلن ينفعه شيء بعد القرآن. من كذب بالقرآن فلن ينفعه شيء بعد القرآن. ونقلب زي ما هيجينا في الأنعام: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني اللي مش هيؤمن بالقرآن أول مرة هيظل قلبه متقلب، مش هيستقر على شيء أبدا. وكذب به أي بالعذاب، وإحنا قلنا سياق سورة الأنعام بيجيب العذاب ليه؟ بيضغط على الفطرة الإنسانية عشان تستجيب لربنا. وقلنا اسقاط ده مثلا لما تيجي تكلم الشباب، تنزل تكلم الناس في الشارع او تكلم واحد صاحبك عايز تضغط عليه، بتذكره بلحظات ضعفه، تقول له تذكر لما تبقى نايم على فراش المرض، تذكر لحظه الموت، تذكر كذا، تذكر لو انت وقعت في مصيبه، لو وقعت في ازمه. اللحظات دي الانسان بيتذكر فيها الله عز وجل فطره، زي ما كانوا المشركين كده لما يبقوا في نص البحر يتذكروا الله عز وجل بدون مذكر، بدون ما يبقى معاهم لا نبي ولا رسول ولا قران. اول لما يبقى في نص البحر يقول امنت. فانت دورك انك تذكره بهذه اللحظات وتصور له انه واقع في هذه اللحظات، ماشي؟ لكن الاشكاليه لو هيظل يكذب بالعذاب انه يحصل، يقول لك لا ده لا يمكن يحصل. وده دايما الوهم اللي بيعيشه الطغاه، دايما يقولوا ايه؟ ما اظن ان تبيد هذه ابدا. دايما الطغاه عايشين في مرحله الوهم، عايش انه محتمي بخيوط العنكبوت يظن انها تحميه. خلاص؟ وكذب به قومك وهو الحق. هو نفس الخلاف اللي فيه، هو موجود في الهاء بتاعت ايه؟ به. ففي ناس قالت وهو الحق، هو ده بقى ايه؟ اما العذاب الحق اي سوف ياتي لو استمروا على الاعراض، او وهو الحق والقران حق مهما كذبوا به. قل لست عليكم بوكيل، انا كلمتكم ووضحت لكم وحاورتكم بكل انواع المحاورات وانتم رافضين، انا مش مسيطر عليكم ولست عليكم بوكيل ولست عليكم بحفيظ، ولكن اعلموا ان لكل نبأ مستقر. القاعدة دي مهمة قوي. كل نبأ يعني كل خبر عظيم هيستقر. هيستقر يعني يا اما هيخلص، ده لو خدنا الآية كمثال دارج،
أو لكل نبأ مستقر، كل وعد لوقت هيحصل فيه. يعني لما نزل قول الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر، الآية دي نزلت في مكة، ده نبأ عظيم كان نزل على المسلمين فرحوا بيه إن الجمع هيهزم ويولي الدبر. ما هو متى مستقر هذا النبأ؟ كان إمتى؟ في بدر، بعدها بكذا سنة كان في بدر. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم كل وعد له وقت هيحصل فيه، مش لازم يحصل بكرة، لا هيجي له وقت. لما يجي التهديدات للطغاة ان كل طاغية هيهلك، مش لازم يحصل وانت عايش. لذلك اغلب المراحل اللي المسلمين بيعيشوها هي مرحلة الابتلاء مش مرحلة النصر. يعني تلتين القرآن هو مكي، يعني في وقت الاستضعاف، فكأن الغالب على أحوال المسلمين هو الاستضعاف. لذلك فترات التاريخ لما تيجي تبص على التاريخ كده، فترات التمكين في التاريخ قليلة جدا. يعني بيطول فترات مثلا تسلط للشيعة أو تسلط للتتار أو تسلط للصليبيين، تقعد مثلا قرون أو تقعد أزمنة طويلة عقود، ثم يجي نصر، النصر ده يستمر يدوبك 50 سنة ما يكملش، يوم يحصل هزيمة أخرى. وده بعض الناس تكلم فيه، إيه الحكم اللي بيطول فيها فترات الاستضعاف وبيقل فيها فترات التمكين. الدكتور راغب السرجاني كان له مقالة قيمة في المجال ده، ليه فترات الاستضعاف بتطول وفترات التمكين بتقل. الشاهد ان لكل نبأ مستقر، مش لازم تشوفه بعينك. وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو ان قد لا ترى انت بعينك النصر، فإما نرينك الذي نعدهم أو نتوفينك، أو فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، ربي فإما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يبقى كل الآيات دي وغيرها إن ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قد لا ترى اللي هم وعدوا به، واللي وعدوا به قد لا يكون في الدنيا، قد يكون تحقيقه في الآخرة. لكن انت لازم تبقى موقن ان لكل نبأ مستقر، كل وعد ذكر في القرآن هيحصل، هيحصل اما في الدنيا واما في الآخرة، قد تراه او قد لا تراه، ماشي. او لكل نبأ مستقر، كل قصة وهيصة بتحصل غير الحق شوية وبتهدى، كل ازمة. لذلك لما الازمة اللي احنا بنعيشها دي، يعني كنت رحت لاحد المشايخ بكلمه بقول له الوضع صعب وفتن وابتلاءات و إخوة ما عادتش عارفة تنطلق في الدين والأخوات مضطهدين وآوة، قال لي لكل نبأ مستقر، شوية والهصة دي وبتروح. ياما على مدار التاريخ زي كده حصل وبتبقى هصة ونقول خلاص لن تقوم قوم للسنة ولن يقوم قوم للدين، وشوية والموضوع بيخلص خلاص. فكل نبأ له مستقر. مستقر نبأ الدين هو التحقيق والتمكين، مستقر كل أفعال أهل الباطل هي الذوبان والذهاب والاضمحلال، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوق. فالآية دي تطمنك مهما حصل من ابتلاءات ومهما حصل من ضغط واستضعاف، اعرف إن العاقبة للمتقين. يعني اللي يعيش أيام فرعون سنين من العذاب والاستضعاف والبهدلة، لدرجة إن كانوا يجيبوا المرأة الحامل ويعذبوها، يحطوها على مواس، تقف على المواس في رجلها تتقطع وتتشرح، فيسقط الجنين، يحصل انقباضات في الرحم، يسقط الجنين منها، فتتقي بالجنين، يعني تدوس عليه ومن كتر ما هي بتتقطع مش قادر. فده رواه الطبري وغيره في الوسائل اللي كان فرعون بيعذب بها بني اسرائيل. فلذلك لما طال عليهم امد العذاب يعني تباعدوا النصر، استبعدوا انه ممكن يحصل نصر. فسيدنا موسى قال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، جايز. وهم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، مش متخيلين أن ممكن يجي نصر، لكن وقد جاء النصر وأغرق الله عز وجل فرعون. فمهما طال البلاء اعرف أن لكل نبأ مستقر، قل جاء الحق ولما بيجي الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. يبقى مستقر نبأ الدين هو التحقيق والتمكين في الدنيا قبل الآخرة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومستقر نبأ أهل الباطل الاضمحلال والزهوق، إنه بيزهق. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لازم المؤمن يتكلم باليقين ده. يعني ممكن واحد وهو بيموت مستضعف
يقول الايه دي، يقول لكل نبأ مستقر. طب ازاي ده انت بتموت اهو، ما هو مش لازم انا اللي اشوف. لكل نبأ مستقر، لازم الانسان يبقى على يقين من هذا الدين، لا يشك في موعود الله عز وجل. مراحل الطغاة اقول لكم بسرعه، مراحل الطغاة ثلاثه، بيمر بثلاث مراحل. المرحله الاولى زي ما قلنا مرحله الوهم، ان الطاغيه عايش في الوهم، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، يقول لك لا يمكن الحصن ده يقع، ما اظن ان تبيد هذه ابدا، فرعون اليس لي ملك مصر، عاد من اشد منا قوه، النمرود انا احي واميت. دي مرحله كلهم بيعيشوها، ان مفيش حد يقدر عليه، وان محدش ياخد منه الملك بتاعه، وان هيظل التوريث الملك الى امد الامدين. دي مرحله كله بيعيشها، مرحله الوهم. المرحله الثانيه طول البلاء، احنا متوقعين المرحله الثانيه على طول، اول لما يقول انا احي واميت ينزل العذاب، اول لما يقول اليس لي ملك مصر ينزل العذاب، اول لما يقول من اشد منا قوه ينزل. لا، في مرحله ما بين مرحله الوهم ديت ومرحله التمكين ونزول العذاب، مرحله طول البلاء اللي بيحصل فيها نقول ايه، متى نصر الله. اللي بيحصل بعض المستضعفين حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، بيطول البلاء في المرحله دي. اغلب المسلمين بيموت في هذه المرحله، اللي ماتت فيها المرحله دي، اللي ماتت فيها ومنها خديجه، واللي ماتت فيها سميه، واللي مات فيها مصعب، مرحله ما قبل التمكين، قبل ان يروا النصر باعينهم، قبل ما يشوفوا ورايت الناس يدخلون في دين الله افواج. المرحله الثالثه بقى اهلاك هؤلاء، اللي قال انا وحي اميت مات ببعوض، اللي قال اليس لي ملك مصر مات غرقا، اللي قال من اشد منا قوه شويه هوا ضيعوا بريح. دي بقى ايه، مرحله سقوط الاقنعه، انه يكتشف ان كانت مجرد خيوط عنكبوت، وظنوا انهم مانعتهم، ما ظننتم ان يخرجوا، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يبقى اذا دي مراحل ثلاثه. الامه اطول مرحله بتعيشها هي المرحله الثانيه دي، دايما على مدار التاريخ يستبطئ النصر، لكن لازم تبقى موقن ان لكل نبأ مستقر، كل وعد سوف يتحقق. لذلك من اكثر الايات المهمه ان احنا نسمعها في المرحله ديت، ايات اللي زي قول الله عز وجل فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. ليه ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، والخطاب مقصود به المسلمين، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله؟ ان ممكن بعض المسلمين يظن، هل الله عز وجل يخلف وعده؟ هو ايه اللي يخليه يسال سؤال زي ده؟ الضغط اللي هو فيه، الضرب اللي هو فيه، الإذاء اللي هو فيه. ذلك الآية دي جت فين؟ جت في أشد الصور اللي فيها بلاءات، سورة إبراهيم اشتد عليهم الإذاء، خرجناكم من أرضنا أو لا تعودون في ملتنا، فيعني اشتد عليهم البلاء في سورة إبراهيم، ومدوا أيديهم في أفواههم، الأقوام حطوا أيديهم على أفواه الرسل وقالوا خلاص ما عدناش عايزين نسمع منكم حاجة، اشتد عليهم البلاء. فربنا يقول فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. فالشاهد لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، لما بيطول بقى البلاء ولسه الوعد ما تحققش، الفترة دي يستغلها أهل الباطل جدا، ويستهزئوا من أهل الدين ويسخروا منهم، ويقعدوا يقولوا لهم بقى إيه، هو فين الدين بتاعكم ده؟ عمل لكم إيه الدين بتاعكم ده؟ زي ما فرعون قال ذروني أقتل موسى، خلينا نشوف بقى ربنا يعمل، ربه ده هيعمله، وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو يضرب في أرض الفساد. فربنا بيقول في صنف هنا لأول مرة يذكر معنا في السورة، في أصناف ذكرت في السورة، صنف المعرضين عن الآيات، صنف المتعنتين في طلب الآيات، صنف اللي بيمثل أنه بيستمع للقرآن ومنهم من يستمع إليك، ده صنف جديد بقى، الذين يخوضون في آياتنا، دول ناس متمرسة إن هي تستهزئ وتسخر من أهل الدين ومن آيات الله عز وجل. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، الخوض أصلا في اللغة هو المشي في غمرات الماء، إنك ماشي في المية مش شايف فماشي بصعوبة، فتلاقيك بتخبط وأنت ماشي، ما أنت شايف إيه اللي بيحصل تحت. فالتخوض في شيء إما المشي فيه بتكلف وصعوبة، أو المشي دون أن ترى. معايا؟ فدايما الخوض في الأغلب، في أغلب الاستعمال القرآني، إن اللي بيتكلم بدون علم، بيتكلم في أشياء لا يفقه فيها شيء في الغالب. فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، كل غرضه أن يثبت أن آيات الله ليست بآيات، لأن طول السورة هم عايزين آية، لولا نزل عليه آية من ربي، طب نزل لنا ملك، طب نزل لنا آية.
فربنا بيوضح آيات في القرآن، فيقوم يعملوا إيه؟ يخوضوا في الآيات حتى يثبتوا أنها ليست بآية. معايا في المعنى ده؟ زي إيه؟ زي قول الله عز وجل: والذين سعوا في آياتنا معاجزين. سعوا في آياتنا معاجزين، أي يريدون أن يثبتوا عجز الآيات. سعوا في آياتنا معاجزين. أنت تجيب له آية من القرآن يقول لك الآية دي عاجزة عن التطبيق في الوقت المعاصر، القرآن لا يصلح للتطبيق المعاصر. أنت كل ما تجيب له آية عايز يثبت إنها مش آية. إذا لهم مكر في آياتنا، خد بالك، سعوا في آياتنا معاجزين. إذا لهم مكر في آياتنا، يخوضون في آياتنا، لأن الآيات واضحة، هم عايزين يصرفوا الناس عن اتباع الإيه؟ عن اتباع الآيات. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، ده كأن مجلس. الصحابة يا جماعة كانوا عايشين في مكة، كان قول تقريبا مثلا ربع أو تلت المجتمع مسلم، لكنه مجتمع مختلط، مش عارفين، يعني مش زي المدينة في مجتمع مسلم ومجتمع مشرك، والمسلمين في بجانبهم قبيلة من اليهود. لا، ده هنا ايه اللي حصل؟ ايه؟ ان المجتمع كله كان كافر، وبعدين ابن ده اسلم، ومولى ده، والاما وابو فلان اسلم لكن ابنه لا، وابنه فلان اسلم لكن ابوه لا. فكانت المجالس الاسرية اصلا بتحوي مجموعة من المشركين والمؤمنين، فكان طبيعي يحصل جلسات فيها مسلمين ومشركين، طبيعي طبيعي كشيء اجتماعي طبيعي. وكان بيحصل بطبيعة الدعوة ان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يروحوا يقعدوا مع جلسات المشركين يكلموهم في الدين. ففي نوعين من الجلسات كان بيحصل في مكة، اما النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا او الصحابة متعمدين يروحوا مجلس، يروحوا النادي بتاعته فليدعوا نادية، كان النادي بتاعهم، يروحوا المجتمع بتاعهم، يروح للجلسات بتاعتهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغشاهم في مجالسهم سواء في مكة او في المدينة، ويروح يكلمهم عن الدين. فاحيانا النبي صلى الله عليه وسلم هو بيكلمهم عن الدين، او الصحابة ورايحين يكلمهم عن الدين، يقعدوا يتريقوا في الدين ويخوضوا في الايات، او مجالس اجتماعية عادية طبيعية بتجمع ما بين الاقارب والارحام، هم اصلا مضطرين على الاجتماع، يحصل ان هو يستهزئ بالايات. ربنا هنا قال لما يحصل تبقى قاعد في مجلس سواء للدعوة او جمعك به الاقدار والاجتماعيات اللي انت مضطر بيها، ويحدث خوض في ايات الله واستهزاء، قوم. اذا رأيت الذين يخوضون في ايات الله في اياتنا فاعرض عنهم، اعراض يعني انك تقوم وتمشي. يبقى الحكم اما تبقى في مكان سواء جمعتك به اقدار ربنا سبحانه وتعالى، العلاقات الاجتماعية، تبقى موجود للدعوة، انت اللي رايح متعمد ايا كان، اذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا، لو حصل خوض في الايات، استهزاء بايات الدين، قوم فاعرض عنه حتى يخوضوا في حديث غيره. خد بالك من كلمة برضو حتى يخوضوا في حديث، كأن غالب كلام أو كل كلام أهل الشرك كله خوض، لكن خوض عن خوض يعني بيخوض في أشياء غير الآيات. أنت ممكن تجلس هنا معاه سواء بالطبع الاجتماعي العام أو أن أنت بتدعوه إلى الله عز وجل. حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طيب، الآية دي مع الآية اللي بعدها فيها كثير من التفصيلات، خاصة أن ده ممكن إنسان يحصل حاجة زي كده، ان يقعد مع ناس ويحصل استهزاء بالدين. بعض العلماء قال الآية دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وجوبا وإلزاما، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم واستحبابا لبقية المسلمين، لأن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من المجلس هم أصلا بيستهزئوا عشان هو موجود، فلما بيقوم بيكف، لما بيقوم النبي صلى الله عليه وسلم بيكف عن الاستهزاء معايا، فكان قيام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر رادعا لهم. طيب، الآيات اللي هتجيلنا آية 68 و69 و70 و71، الأربع آيات دول كأنهم بيتكلموا إن في أربع أصناف من المجتمع موجودين. مين هم؟ عشان نركز بس. النبي صلى الله عليه وسلم موجود ومعاه المؤمنين الأقوياء، موجود مؤمنين ضعفاء ممكن يلبس عليهم أمر الدين، موجود كفار من اللي بيخوضوا في الآيات اللي هم السادة المتبوعون، موجود مشركين من الأتباع السذج اللي بيسمعوا كلام أي حد. دول أربع أصناف من الناس موجودين في المجتمع. تاني كده، النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الأقوياء، يعني عندنا صنفين من المؤمنين وصنفين المشركين، كل صنف فيه الأقوياء والضعفاء.
واضح كده التقسيمه دي؟ لان الاربع ايات هتتكلم على اربع اصناف دول. تقول لك ايه اللي يحصل؟ اللي بيحصل ان المشركين الساده المتبوعون بيستغلوا وجود المؤمنين الضعفاء والمشركين الضعفاء في عقولهم، ويقوم يستغل وجود النبي صلى الله عليه وسلم ويبدا يهزأ من الدين. هو عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم او المؤمنين الاقوياء مش هيتاثروا، هو قصده انه يخدع مين؟ الاثنين دول، ان يزيد المشرك ثباتا على ضلاله لانه اصلا تابع، احنا قلنا الصوره من الاول بتتكلم على النوعين دول، وانه يفتن المؤمنين اللي ايه اللي ممكن عندهم ضعف في الايمان. هو عارف من الاول ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا امر انه ما يفضلش قاعد في المجلس ده، لان وجوده في المجلس اقرار للكلام ده. فحتى لو انت مش هتفتن، انت هتفتن الصنفين دول من الناس. يبقى اذا اول حكم من الايه لازم الداعيه يفهم تبعات جلوسه مع شخص معين على الناس. بمعنى اسقاط الكلام ده على الواقع ايه؟ انا عايزك تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في بعث سيدنا خالد في غزوه من الغزوات، فسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه اخطا، راح لقوم يغزوهم، فالقوم دول قالوا ايه؟ صبئنا صبئنا، يريدون ان يقولوا اسلمنا اسلمنا، عايزين يقولوا اسلمنا بس مش عارفين يقولوا، فقالوا ايه؟ صبئنا يعني اسلمنا. فخالد بن الوليد رضي الله عنه قتلهم، اعتقد ان هم ايه؟ بيكفروا، واختلف مع بعض الصحابه وحصل الخلافات واثر منهم ناس، فرجع فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال اللهم اني ابرا اليك مما فعل خالد، ودفع دية الناس اللي ايه؟ لان هم بقوا مسلمين، دفع دية الناس اللي ايه؟ اللي قتلوا. خطا من اخطاء المجاهدين زي ممكن زيه خطا من اخطاء الدعاة، خطا من اخطاء العاملين للدين وارد. والخطا هنا مش زي اي خطا، ده خطا قتل. خلاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجتين، تبرا من الفعله، مش معنى ان هو معايا ان انا انسبها للدين، لا، اتبرأ من الفعله واتحمل اخطائها في نفس الوقت، مش هتبرأ من الشخص. لان المهم الشاهد. تخيل بقى مسجد الضرار، تخيل معايا لما بني جت دعوه للنبي صلى الله عليه وسلم انه يدي محاضره في مسجد الضرار عن اخطاء المجاهدين بعد موقف سيدنا خالد. هو كده كده النبي صلى الله عليه وسلم لازم يتكلم عن اخطاء المجاهدين، انما يتكلم عنه فين؟ هل يتكلم عنه في مسجد الضرار؟ انت لما بتتكلم عنه في مسجد الضرار، اصلا مسجد الضرار اصلا ينكر الجهاد في سبيل الله. وجودك هناك وكلامك عن اخطاء الجهاد ده بيقر انكارك للجهاد ساعتها. تاني مثال تاني، واحد شيعي استضافك في البرنامج بتاعه عشان عشان تتكلم من الداعيه الفلاني الفلاني اللي بيجيب احيانا احاديث ضعيفه، فانت طلعت مع الشيعي تنتقد في الداعيه اللي بيجيب ايه؟ احاديث ضعيف. انت طالع مع منكر للسنه اللي وارده عندك عشان تنتقد خطا للتعامل مع السنه، انتوا فاهمين الاشكاليه؟ فاحيانا ظهورك مع شخص او جلوسك في مجلس يفتي الناس حتى لو انت اللي مش هتتاثر. يبقى لو هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيحذر النبي صلى الله عليه وسلم انه يبقى متواجد في مجلس حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم يريد دعوتهم، طالما بداوا يخوضوا في الايات ويستهزئوا ويتريقوا لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، انه حتى لو مش هيفتن وحتى لو يريد دعوتهم جلوسه هيفتن الصنفين اللي احنا قلنا عليهم. وضحت كده ولا طيب ده المعنى الايه او الحكم الاول المهم من الايه، ان لما يحصل استهزاء تقوم. طب واحد يقول لي ايه؟ طب واقوم ليه؟ طب ما انا ها في اقتراح تاني. اقعد اشكر الله. لا ده اقتراح ثالث، ان انا افضل اذكر ربنا حتى لو انا مش قادر ارد، افضل انكر بقلبي. الاقتراح ده كان مسموح به للمضطر في مكه فقط على قول بعض اهل العلم، ثم نسخ في المدينه في قول الله عز وجل قد نزل عليكم في الكتاب لايه الانعام اذا سمعتم ايه لا يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معه انكم اذا مثله. خلاص بعضهم قال كده، والدليل على القول ده ان بعضهم قال وما على الذين يتقون، يعني اللي هو متقي من جواه، من حسابهم من شيء، مش هينالوا الاثم، ولكن ذكرى، دور ان هو بس يذكروا لعلهم يتقون لو مش قادر يسيب المجلس. لكن الاصل ايه؟
إن يقوم. يعني لو أنت في مكان ذلك المنكر إما أن تغيره أو تذهب عنه. يعني إما أن تغيره وعشان تحفظه، إما أن تغيره أو تغور عنه. يعني إيه؟ يتغيره ويتسيبه. ذلك شيء عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع. يعني إيه غير المنكر بقلبه؟ أيوة، لأن أنت خطورة أن يحصل منكر، كلمة يغيره بقلبه يعني هيحصل جواك تغيير. لازم تعرف أنك أول لما بتشوف منكر في تغيير من اتنين بيحصلوا، حاجة من اتنين بتحصل جواك، يا بترضى فينكت في قلبك نكتة سوداء مباشرة، يا بتعتصر وبتبقى مقفول وبتتضايق فينكت في قلبك نكتة بيضاء مباشرة، حتى تصير القلوب على قلب، تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، والتاني بقى إيه؟ أسود مربدا كالكوزي مجخية. معايا؟ لذلك كثرة رؤية المنكرات حتى لو ما بيطبقهاش، كثرة رؤية المنكرات بدون الإنكار القلبي وذلك أضعف الإيمان، بيعمل نقط سودة كتير يخليه بعد كده يعمل هو المنكرات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلسلة اللي بتحصل إيه؟ تعرض الفتن على القلوب، فأيما قلب أشربها نكت في قلبي نكتة سوداء، تقوم النكتة السوداء تعمل نكت كتير سوداء تانية، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب منها. هو وصل للمرحلة دي إنه كان بيشوف وبيسكت. معايا؟ يبقى أول لما تشوف منكر، فلذلك مجلس فيه استهزاء بالدين أنت لازم تغير باليد، ما تصطعش باللسان، الأصل إنك أنت هنا تبعد، مش قادر خلاص يبقى بقلبك أنت إيه؟ بتعتصر، وده أضعف الإيمان. معايا؟ طيب في حل ثالث، وإحنا قلنا الحل ده مش مطروح إلا في وقت الاستضعاف فقط، إنك تفضل. ولذلك قالوا مجالسة الملحدين أو أهل اللغو أو الفساق لما بيخوضوا في الآيات ويستهزئوا يحصل استهزاء أو معاصي، الأصل إنك تقوم وما بتمكسش إلا لو أنت زي مثلا إيه، أنت على راكب أتوبيس وشغل أفلام فيها استهزاء بالآيات وفيها معاصي ووا، وأنت على طريق صحراوي وقعدت تقول للراجل يا عم يهديك يرضيك اقفل، مش راضي، مفيش فايدة. فأنت هنا مضطر، خايف تنزل تهلك، فأنت بتنكر، أنكرت باللسان وبتفضل قاعد تذكر الله عز وجل، لكن مش تقعد تتفرج بقى وتجيب بقى حاجة ساعة وتقعد بقى تقول بقى سلي، طالما أنا عامل أنا إيه بقى، ما أنا عملت اللي علي، ما خلاص. لا مش ده الإيه، يعني الميتة ما ينفعش تحط عليها كاتشب، يعني ما ينفعش الحاجة، تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، خلاص. فالشاهد هنا، طب الاختيار الثاني ايه؟ الاختيار الثاني بقى قلنا الاصل انك تقوم. واحد يقول لي ايه، طب ما انا ممكن ارد عليه هو عمال يخوض في الايات، طب ما انا ما اقومش وعمال يستهزئ يخوض وارد عليه. اللي بيخوض في الايات لا يصلح معه الرد، اللي باحث عن الحق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون، ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون، ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. ولما ضرب ابن مريم مثلا، اللي ضرب المثل احد المشركين رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقولوا له ايه، زي ما احنا زي ما النصارى بيعبدوا وزي ما هو جه من ايا كان المثل. لذلك العجيب في الايه لربنا قال مين اللي ضرب المثل ولا ايه هو المثل ولا ايه الغرض، لان كل الكلام هم مش مهم. ربنا قال ما ضربوه لك الا جدل. ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون، يصدون هنا يعني ايه، مش بقراءه كسر الصاد، مش يصدون هنا قالوا معناها مش يصدون الناس، لا يصدون من التصديه، انه يسقف ويعمل جلبه، فهو عايز يضرب لك مثل تيجي تبدا ترد يقول لك ايه ويعمل ومش عارف ويقعد يلغوش ويطلع فاصل اعلاني وبعدين اتصال، طب هرد عليك، طب مش طب خلاص معلش بقى مش عارف الحلقه الجايه ويلغوش، لان هو مش غرضه اصلا بحث عن حق، وغرضه انه يعمل ايه، هيصه كده وجلبه وصياح وصوت، ده الغرض. هو عامل المثل عشان يجادل ويعمل الهيصه دي ويطلعك مغلوب، ما ضربه لك. هنا مش الحل انك انت ترد على المثل، لذلك الرد ربنا لما ما ردش على المثل جاب نقطتين عن سيدنا عيسى غير اللي ضربوها خالص، قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثل لبني إسرائيل، وقال وإنه لعلم للساعة،
فقال لهم لو انتوا عايزين تتكلموا عن سيدنا عيسى انا مش هاجي مجلس في سيدنا عيسى غير الكلام في حاجتين، يا اما هنتكلم على كآية لبني اسرائيل من انه يتحولوا من اليهودية الى اتباع دين المسيح عليه السلام لما كانوا الدين الحق، او بالنسبة لكم انتوا هو عالم على الساعة وانتوا مفروض تخافوا من الدار الاخرة اي ينزل في اخر الزمان او ايا كان، فانا اللي هحدد مش انت اللي هتقودني، لان هو دايما ايه يجيب لك شبهة تيجي ترد عليهم فاتح شبهة تانية. ده واحد بيستهزئ بيخوض في الايات، هو مش غرضه البحث عن الحق، هو غرضه فتنة الناس. حتى لو انت عالم مش هتفتن، احذر انك تجلس في هذا المجلس، ان وجودك في المجلس ده هيفتن الناس ايه تاني، لذلك فاعرض عنه. اما يبقى يتكلم في كلام تاني او انت جلسة اجتماعية تانية او شيء انت مضطر تاني حتى يخوضه في حديث غير. خلاص، يبقى حين الداعية يؤتى من عدم فهمه للاجواء المحيطة للجلسة. حين الداعية قناة تطلبه للقاء معين هيكلم في الدين، لازم يعرف القناة دي زي مسجد الضرار كده، يعني مبنية عشان ارصادا لمن حارب الله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين، القناة دي ملكها نصراني بيصرف عليها بيصد عن الدين 90% منها برامج صد عن الدين، يبقى انا فاهم توجه القناة، انا مش لازم ابقى رايح، لازم ابقى رايح فاهم الاجواء اللي انا هتكلم فيها، ثم اسأل ايه الموضوع، موضوع الكلام ايه. يعني ما تيجي قناة زي دي ويجي يقول لي موضوع الكلام اخطاء بعض الدعاء، لا ما روحش، ده حق يريد بباطل، مش هتكلم عن اخطاء بعض الدعاء، هو اصلا عايز يهدم الدعاء وجايبني عشان يهدم بيه، فانا لازم ابقى فاهم الاجواء المحيطة. ذلك كان في كلمة جميلة للشيخ الطريفي مقطع كده، ضوابط ظهور العلماء في قنوات السوء، لازم في ضوابط، مش تعالى اتكلم عن الاخلاق، طب هو اصلا قبلي فيلم وبعد فيلم اجي ايه كلمني عن الاخلاق، طب يعني كده انا بأقر اللي بيحصل، فاما تنكر هتروح تنكر اصل ما قامت عليه القناة او ما تدهمش الغرض اللي هم عايزينه منك، ايا كانت الضوابط لازم الانسان يبقى حذر، يعني قد يفتن الناس بعمله حتى لو اثناء الدعوة الى الله، لكن هو المجريات ليه ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اهدم مسجد، ده مسجد، لا مسجد الضرار ده مسجد، امال لما تبقى قناة اصلا ده مسجد، لكن ارادوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه لاغراض خبيثة، فاحيانا يبقى برنامج ديني وسؤال ديني لكن لغرض خبيث، والقرائن واضحة، القرائن مش محتاجة، يعني برنامج معمول بقاله 10 سنين مفيش ولا حلقة الدين، فجأة عايزين يستضيفوا الشيخ عشان يتكلم على اخطاء العاملين للدين، يعني فجأة تابوا الى الله، يعني خلاص هو الوقت قرر، طب ما يبدأ ينشر الدين يبدأ بالاخطاء، يعني هو تاب الى الله، انا ما استدركش، يعني انا ما ينفعش استدرج واروح لمعاه اللقاء ويفضل يتكلم على الاخطاء، هو هنا بيفرق من المؤمنين، ما ينفعش انا استدرج لذلك، الا لو انا عايز اوضع خطأ اقول له ماشي قتال فيه كبير هو اخطأ، لكن تعال نشوف انت عملت ايه بقى، حضرتك بقى لك 10 سنين بتعمل ايه، صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراجه، انت بقى لك 10 سنين شككت في السنة وشككت في المسلمين وشككت ان الاسلام في الدين الحق وعملت كذا يوم كذا وعملت كذا في حلقة كذا، فهو اخطأ، ماشي يبقى انت بتطرح الموضوع على بعضه. اخطر شيء بيصرف الناس عن الدين الطرح الجزئي للدين، ماشي، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إيه اللي يخلي داعية ينسى في مجلس وهم بيخوضوا في آيات الله؟ ده رقم واحد، إيه أسباب النسيان اللي ممكن تحصل؟ رقم اثنين، اشمعنا الشيطان عايز ينسيه هنا؟ يعني لما ربنا بيقول في قصة موسى والخضر وما أنسانيه إلا الشيطان، ليه الشيطان كان حريص إن يوشع بن نون ينسى المكان اللي سيدنا موسى قال له عليه؟ والحوت حاجة واضحة، يعني جرائن الحوت إن ينط حوت يبقى ميت وينط في البحر ويمشي، اتخذ سبيله في البحر سربا واتخذ سبيله في البحر عجبا، إزاي يوشع ينسى علامة زي كده؟ الشيطان كان مركز إن ينسي اللقطة دي، ليه؟ لأن عارف ان لقاء موسى مع الخضر في طلب للعلم معين، وان الانسان كل ما يزداد طلب من العلم كل ما يزداد قربة من الله عز وجل، فالشيطان لما ينسيك حاجة معينة
هو عارف ان الحاجه دي بتقربك من ربنا. طب ليه الشيطان حريص ان ينسي الداعيه الاحوال المحيطه للمجلس اللي قاعد فيه ان هم بيخوضوا في ايات الله؟ ليه ينسينه يقوم؟ عشان بتخدم مصالح الشيطان. يبقى داعيه قاعد في مكان دعوه والشيطان ينسينه يقوم عشان بقاؤه فتنه. فتنه للايه؟ لضعفاء المؤمنين او للمقلده من المشركين. إذن يا جماعة لازم الدعية يبقى حذر. النقطة التانية احنا قلنا ليه الشيطان؟ لأن دي حاجة بتخدم أغراض الشيطان. طب ليه الدعية ينسى؟ إما إنه يكسف يقوم، خايف على مظهره الشخصي، أو هيهدد لو قام. يعني كده أنت بتاخد موقف غير موقفنا، طب احنا هنضغط عليك أمنيا. أو إن من شدة حرصه على الدعوة، ودي اللي اتكلمنا فيها مرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته، شدة حرصه مش قادر يقوم، خايف عليهم. لكن الموقف الصحيح في كل ده أنه يقوم، يعني أيا كان الإنسان. أو شهوة الجدال عايز يكسبهم، وانت هنا مش الحل أنك أنت تكسبهم، يعني مش الاستفادة أنك تكسبه هنا 1-0، هي أصلا كله خوض. يعني أنتوا لو طلعتوا النتيجة أنت كسبان 3-2، النتيجة الحقيقية أن الناس فتنت في الدين أصلا. يعني لو انت لو جاب لك 3 شبهات وانت رديت على 2 وما هو كده الناس فتنت، لان هو مش باحث عن الحق. معايا؟ واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يبقى هنا في فارق. لما نيجي نقول بقى ايه مثلا عشان نلتمس عذر مثلا لداعية جلس في مجلس في خوض في آيات الله، نفرق بين المرة العابرة اللي ما كانش عارف فيها الاحوال واتضحك عليه والمؤمن قد يخدع، وبين واحد بيطلع في سلسلة حلقات مع شخص معين. يعني احنا لازم نفرق بين شخص غر به وطلب لبرنامج معين، هو ما يعرفش، وان كان هيبقى مقصر برضه، ما يعرفش مثلا توجه القناة، وما يعرفش المقدم البرنامج، وما كانش يعرف كده، هو مقصر في ذلك. يعني لازم الدعاية يبقى حذر. ماشي اتضحك عليه مرة وحصل خوض في الآيات وما عرفش يرد وفتح، انما ان هو متكرر معاه لا. ذكر ربنا قال له فلا تقعد بعد الذكرى، يعني ممكن مرة تغلط إنما مش هينفع كل مرة. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الإيه؟ الظالمين. طيب، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. الآية دي لها أكثر من توجيه. التوجيه الأول إن معنى الآية زي ما احنا قلنا إن تبقى الآية الأولانية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم مش مستثنى من العذر، مش معذور، حتى لو في اضطرار، حتى لو في اكراه، حتى لو في استضعاف، النبي صلى الله عليه وسلم مطالب ان يقوم. والباقي وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. لذلك الايه الاولانيه جت بالمفرد، واذا رايت، انت فرد، الذين يخوضون في اياتنا فاعرض، انت بس، انت فلا تقعد، كلها مفرد. الايه اللي بعد كده جت بالايه؟ بالجمع، وما على الذين يتقون. بقيه المؤمنين بقى لو كانوا مضطرين للجلوس، مش قادر يقوم لاضطرار او لاستضعاف او لاكراه، لاسباب برضو شرعيه مش لاسباب هوائيه، يعني تبعا لهواه، لاسباب شرعيه مش قادر يقوم، فهو طالما متقي ربنا سبحانه وتعالى وذكرهم مره قبل كده خلاص، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وقالوا الامر ده بالنسبه لبقيه المؤمنين نسخ بعد التمكين، وبيعود على حسب الاستضعاف وعلى حسب التمكين. يبقى اذن بعض المؤمنين قد يعذر، لكن رؤوس الايمان ما يعذروش. رؤوس الدعاء الى الله اللي هم مثلا زي الامام احمد بن حنبل، ده مش هيعذر انه يجلس في مجلس زي ده، لان ده فتنته فتنه الامه، ده فتنته فتنه الامه كامله، فلازم يقوم هنا من المجلس ده. فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. في معنى تاني، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني مش عليهم. وما على الذين يتقون، ليس على المؤمنين ان هم يروحوا يحاسبوا المشركين ويخلوهم يتوقفوا عن الخوض ده بالقوه، لان لسه ما معناش القوه، ولكن اللي علينا وان احنا واحنا قايمين نذكرهم. اي ولكن عليهم ذكرى. يبقى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى، اي ولكن عليهم ايه؟ ذكرى لعلهم يتقون. في بقى معنى جميل جدا ذكره الإمام القاسمي في الآية، بيقول إيه؟
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. يعني هم بيقوموا المتقين لما قاموا مش قاموا عشان المشركين، ولكن قاموا أي ولكن ذكرى للمستضعفين المؤمنين اللي لو شافوهم قاعدين في المجلس هيفتنوا. يبقى معنى تاني كده الآية، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي ما على الذين يتقون من حساب المشركين من شيء، ولكن ذكرى لمين؟ لأهل الإيمان المستضعفين. يعني هو قام من المجلس ده عشان إيه؟ عشان يذكر مين؟ المستضعفين اللي قاعدين في المجلس، عشان ما يضحكش عليهم. يعني هو مش هيضحك عليه، هو مش هيشيل ذنب، ولكن مجرد انه قام عشان ايه؟ ذكرى لاهل الايمان المستضعفين. معلش يا حامد، ماشي، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يبقى تاني كده في ثلاث اقوال في كلمه ولكن ذكرى. ذكرى لمين؟ قول الاول ذكرى لاهل الشرك، ان انت عليك انك انت ايه؟ تذكرهم. القول الثاني ولكن ذكرى لمين؟ للمؤمنين المستضعفين. ماشي، لذلك من الجميل قوي في سياق الايات ان ربنا يجي يقول بعد كده ايه، قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين. ده هنا في محاوله للايقاع في الضلال، هنجي لها الآية دي، في محاولة ان هم الشياطين سواء الانس والجن عايزين يوقعوا واحد في الايه؟ في الضلال، وفي ناس تانيين بيقولوا له ايه؟ الى الهدى اتنا. ده تصوير اللي بيحصل في مجالس الذين يخوضون فئاتنا. معايا يا جماعة ولا تهتوا؟ تاني، يبقى اذا احنا قلنا المجلس في اربع اركان، ركن بيخوضوا في الايات، ركن رؤساء المشركين اللي عاملين يخوضوا في الايات، ركن المؤمنين الأقوياء اللي مش هيتأثر بالشبهات لكن وجوده ممكن يبقى فتنة، ركن المستضعفين المشركين اللي كل همه في حياته ان هو يبقى تابع ويبقى دنياوي وخلاص، ودول ربنا هيقول عنهم وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. يعني لما تيجي تقوم مش تذكرك ليهم مش هيفرق، قوم وسيبهم حتى لو فتنوا برضو قوم، لانه هو اصلا من الاول بيبحث عن اللعب ولهو. انما وانت بتقوم عليك انك تذكر مين؟ المؤمنين الضعفاء. يبقى الصورة من الاربع ايات دول بيتكلموا عن اربع طوائف. المشهد ده ممكن يحصل في اي مجلس، ناس بتفتن عندها القدرة على الشبهات وبتخوض في ايات الله، ومؤمنين اقوياء واتباع للمشركين وضعفاء من الامام عندهمش علم. انت تقوم عشان ما تفتنش المؤمنين، عشان ما تقرش على للمشركين. خلاص، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى، اي ولكن ذكرى يعني عليك ذكرى لمين؟ مش بقى للمشركين هنا، عليك ذكرى انك تروح للمؤمنين تفهمهم، تقول لهم ما تجلسوش الى هؤلاء، انت لسه ما عندكش العلم والقدره انك ترد على الشبهات دول، ما تقعدش معاهم، ما تخشش معاهم في مناظرات، ما تناقشهمش. ده دور اهل العلم في المرحله دي. يعني الانسان قد يفتن، وياما شباب تنصحه مفيش فايده يدخل على منتديات للنصارى وللشيعة ويرجع عنده شبهه البلو دماغه. وجودك في المنتديات دي بدون انكار فتنه له انه يتجرأ، انت تفهمه قول لا انا داخل. لذلك في ناس ممكن يبقى في مكان انت ما ينفعش تبقى فيه، هو لازم يصرح ان ده شيء خاص بيه هو ويفهمه، وان في شروط للوجود في الايه؟ للتواجد في المكان ده عشان ما يفتنش الناس. واضح؟ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. القول الثالث ولكن ذكرى اي ولكن اذا ذكرت انت فقم. النبي صلى الله عليه وسلم طالب ان هو يقوم حتى لو بقيت، حتى لو في عذر للمؤمنين الضعفاء بقى ان هم يفضلوا. احنا قلنا ما فيش عذر للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفضل، واسقاطا بقى على واقعنا ما فيش عذر لائمه الدعوه والعلماء ان هم ايه؟ يفضلوا في الاماكن دي، انه قد يفتن الناس. اذا يا جماعه تاني كاسقاط على واقعنا، برنامج مشهور بالطعن في السنة أو الطعن في الدين أو الانتقاص من أهل الدين على مدار سنين، ثم دعي أحد المشايخ لكلام في نقطة معينة في أخطاء دين ما ينفعش أنه يروح، يعني مروحه بيقر للشخص ده، والمصيبة أنه ممكن يروح ثم يثني عليه. إحنا قلنا من التدليس اللي بيحصل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم منع منه، قال إيه؟ لا تقولوا للمنافق
سيدنا. هو حد يقول المنافق قدام الناس سيدنا، ولا حتى يعني من غير ده، بس قدام الناس فتنة أكثر. ليه؟ فإنه يكن سيدكم فقد أغضبتم الله ورسوله. ما ينفعش تقول له سيدنا لأنك أنت بتفتن الناس. فمروحك والثناء عليه أمام الناس إقرار أنه على حق. عايز تقر موهبة عنده موجودة مع بيان ما فيها من باطل، وارد. كان أحيانا شيخ الإسلام تيمية يشوف شعر كفري مثلا فيقول الشعر ده في صنعة شعرية قوية لأهل الشعر، ولكن مليء بالكفر والضلال في نفس السطر. ده برضو باب الإنصاف، أنت تبقى منصف حتى مع العدو. معايا؟ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. الصنف بقى اللي قاعد بيدور على أي حاجة يصفيها وخلاص، يعني أي حد بيخوض في الآيات بيجيب له مسلسلات، يجيب له أفلام عن الإلحاد مفيش مشكلة، أفلام عن الشهوات مفيش مشكلة، أفلام عن حاجات إباحية مفيش مشكلة. دول الذين اتخذوا دينهم إيه؟ لعبا ولهوا. فربنا بيقول له سيبه. ما أنت ممكن تقول إيه؟ طيب أنا مش هقوم مش بس عشان اللي بيخوضوا في آيات الله، لا أنا مش هقوم عشان الغلابة دول المشركين الضعفاء العقول دول، لا أنا خليني قاعد عشانهم. لا برضو سيبهم، لأن دول من الأول مش هيستجيبوا في الوضع ده. ده تخوفه في مكان تاني، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. ده تاخده بره المجلس وتخوفه بالعذاب. ده محتاج يخوف بالعذاب، ونتكلم يعني ايه تبسل نفس بما كسبت. معايا يا جماعة؟ يبقى الداعية لازم يبقى فقيه. امتى يتكلم بالدعوة؟ امتى يعرض ويسكت؟ امتى يقوم من المجلس؟ حتى لو قاعد يقول له انت اتغلبت وانت مش عارف ترد، يقول لا المجلس له شروطه، هتلتزم بيه ولا اقوم؟ في جو صحي للبحث عن الحق، جو اذا اللي هو يصدون الجلبه والهيصه دي، ده مش جو بحث عن الحق. فانت خسران خسران في لعبه كده انت بتلعبها مع اهل الباطل. انت لو كسبت انت خسران، ولو خسرت انت خسران، زي الديمقراطيه كده. يعني هي في لعبه كده معينه، هو اللي معاه القواعد والادوات، اللعبه كلها هو اللي حاططها، فهو حاطط السيستم ده كده. انت كسبت خسران، لانك مش هتكسب الا بالتنازل عن اصولك، وانت خسرتك هي التنازل عن اصولك. خسرت مش هتعرف تطبق اصولك، يعني انت خسرت خسران كسبت خسران. ففي برامج كده، عرفت ترد خسران، ما عرفتش ترد خسران. فلازم الداعيه يبقى فقيه، امتى يروح هنا وامتى ما يروحش، انه بيفتن الناس. هو ممكن خارج معتقد انه عارف يرد، لكن في ثنايا الكلام كميه الشبهات اللي طرحت لا تساوي شيء في الشيء اللي قاله اصلا. ودايما اسلوب المناظرات مع اهل الباطل، اهل الباطل طريقته انه بيعمل ايه؟ انه ما يجي يطرح ما بيطرحش شبهه واحده، يطرح 10 شبهات مره واحده. عارف اللي بيدخل صفحه نت ويقوم فاتح 10 صفح مره واحده، بس ده بقى ايوه. هو مثلا فتح 10 شبهات، محتاج منك سلسله، انت محتاج منك مثلا سنه مثلا ترد على الشبهات دي، ومش وكل ما تيجي ترد يقوم فاتح لك شبهه تانية، تيجي ترد على الثانيه يقوم فاتح شبهه ثالثه، تيجي ترجع للثانيه يقول لك انت بتهرب من اجابه على السؤال، طب ما انا برد على الشبهه اللي فات. وشويه زي يقول لك ياخد اتصال، يبقى واحد طبعا متفق معايا يشتم فيك، تيجي ترد على اللي بيتصل، تحس انك انت قاعد ما استفدتش اي حاجه. وانت القضيه هو ما بيجيبش اي حد، بيجيب حد وممكن يبقى بيجيب حد عارف انه هيغضب مثلا مش عارف يرد، حد ضعيف، او يجيب حد علم وما يخلوش عارف يرد فيفتن الناس. فلازم الداعيه يبقى فاهم. يعني كلمه لا تقم فيه ابدا دي كلمه مهمه قوي. ازاي ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقومش في مسجد؟ لازم نفهم اذا كان في مانع في القران من اجابه على بعض تساؤلات المشركين او استجابه لطلبات المنافقين في اقامه في مسجد، يبقى اكيد في حاجات زي كده بتحصل في واقعنا، واحنا لازم لا نستجيب لهذه الايه الطلبات. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. يعني ايه اتخذوا دينهم لعبا ولهوا؟ غريبه قوي كلمه اتخذوا، يعني ممكن اتخذوا ايه حياتهم لعبا ولهوا، انما يعني ايه دينه بقى لعب ولهوا؟ يعني ايه اتخذ؟ يعني حتى الايه مش بتقول ايه جعلوا حياتهم لعبا ولهوا، لا ده هو بيحسس نفسه انه عايش في الدين. ايه الدين اللي بيعمله بقى؟ إيه كان الاول المشركين قبل اسقاط الواقع، المشركين ايه الدين اللي بيعمله؟ انه بيروح عند الاصنام، انه بيسقفوا ويصفروا الا مكاء وتصديه عند الكعبه، شويه حركات كده
بحيث ان هو يرضوا نفسيا ان هو كده بيعمل دي. بعض الشعائر كده يحسسه ان هو بيعمل دي، وهي اصلا ظاهرها اللعب، ان هو يروح الحسين ويتمسح مش عارف ايه، وبعد ما يخلص يطلع بقى يشيش على البتاع يعني اللي هو ايه، هو رايح، هو رايح دينه لعب ولهو. يعني الطقوس حتى اللي بيعملها نفسها شويه ايه، شويه موالد وشويه لعب ولهو. ايه اللي خلي كده؟ غرتهم الحياه الدنيا، فاتخذوا دينهم، خلى دينه مجموعه من اللعب ولهو، ثم تدين باللعب ولهو. شوف المصيبه بقى. لذلك لما التطور اللي ربنا قاله في سورة الأعراف، إذا فعلوا فاحشة قالوا هذا ما وجدنا عليه آباءنا. الأول أول حاجة يقول على الفاحشة، أنت هتنكر التقاليد بتاعتنا ولا إيه؟ ده تقاليد وطنية طول عمرنا كده، بقالها 5000 سنة كده. فأنت مش عارف تيجي تقول له طب ده حرام الرقص الفن، أنت بتتكلم على الفن اللي بنتوارثه جيلا عن جيل، تيجي تكلم على الاصنام والتماثيل، انت عايز حضاره بقى لها مش عارف ايه. فيزنقك بمساله التقاليد ما وجدنا عليه اباءنا، تيجي ترد على مساله الاباء يقول لك ايه، والله امرنا بها، والله امرنا بها، دي اللي هي ايه، ده بقى الدين. يعني تحول الفاحشه، كانت فاحشه الاول، بعدين بقت تقاليد، بعدين بقت ايه، بقت دين. اخطر مرحله تحويل الفاحشه الى دين، ان يقول الله امرنا بها. يعني تيجي مثلا على الرأس مثلا يقول لك ايه، احب الاعمال الله سرور تدخله على قلب مسلم مثلا، فدين بقى وخلاص. ان الربا مثلا ده استثمار للاقتصاد البلد، وان احنا كده بننعش الاقتصاد، وده يجب على ان علينا ان احنا نعمل كده. يبقى التحولات دي خطيره جدا، تصد الناس عن سبيل. احنا بقالنا قد ايه كده؟ 5 دقايق بس. طيب وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. السبب كده غرتهم الحياه الدنيا، الدنيا غرتهم. لذلك كلامك في وسط الاجواء دي مش هتاثر فيه، ده لازم بعيد عن الواقع ده. وذكر به اي بالقران ان تبسل نفس بما كسبت، ده تاخده كده وتخوفه من العذاب. تبسل اي تحبس، تقول له الناس دي مش هتفيدك، انت هتتحبس في جهنم لوحدك، هتتحبس في جهنم. وذكر بها ان تبسل نفس بما كسبت، بسبب الكسب بتاع اللعب واللهو ده والحياه الدنيا دي، هتتحبس في جهنم. الانطلاق اللي انت كنت منطلق فيه في الدنيا ده هينتهي الى حبس في السجن في جهنم والعياذ بالله. ان تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، مش هينفعوك اللي انت اللي بيخوضوا في الايات دول، مش هينفعوك ساعتها، ولا حد هيعبرك، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وان تعدل كل عدل، كانت كل حياته دنيا، يقول لك طب يوم القيامه خد فلوس وسيبني. تعدل كل عدل يعني تدفع فكاك رقبتها، يعني عدل هنا مش تعدل كل عدل يعني تقول العدل، لا، تعدل كل عدل اي تدفع ما يعدل رقبه، عدل رقبه، يقول لك ده كفارته كذا، عايز يدفع عدل نفسه كذا. وان تعدل كل عدل يعني لو دفع كل الدنيا، هو معتقد دايما الحياه بتمشي بالفلوس، فما يجي يتزنق في جهنم فيقول طب خلاص انا معايا كذا تاخدوه وتسيبوني، ما فيش الكلام ده. وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراب، اولئك الذين ابسلوا اي اولئك الذين غرتهم الحياه الدنيا، لهم شراب من حميم، التمتع بقى راح، وعذاب اليم بما كانوا يكفرون. قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. ده بقى مين اللي بيقول الكلام ده؟ هنا بقى الخطاب ده على السياق اللي احنا قلناه والتصور اللي احنا قلناه. مين هنا اللي يقول الكلمه دي بقى؟ مين من المؤمنين؟ لا مش الاقوياء، اللي كانوا رايحين يفتنوهم، فوقف بقى يقول لا، لن افتن، الشبهات اللي انت عايز تفتني بيها لن تؤثر فيا. اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقبنا، لا يمكن يحصل ابدا. وفي ناس بتسقط، بترتد. القران شبهها كالذي استهوته الشياطين، قالوا ده تشبيه للمرتد. يبقى في ناس وقعت فعلا. فضعاف المؤمنين، انا قصدي هنا ضعاف يعني اللي ما عندوش العلم الكامل زي الاقوياء وزي العلماء، لكن هو بيتبع الدين لما بيتحط في فتنه بيهرب ويلجا الى الله عز وجل. فلما اتحط في الفتنه قالوا لا، لن اسقط في الفتنه،
أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي ده إن في ناس صحابة وقعوا في الفتنة كالذي استهوته الشياطين. المشهد ده استهوته الشياطين في الأرض كان بيحصل أحيانا عند العرب إن واحد يتجنن كان يقولوا إن الجن خدت عقله فيروح يعيش في الصحراء فيقول لك استهوته الشياطين الجن أوقعته في الهاوية استهوته أي أوقعته في الهاوية أو جعلته يفعل كل ما يهوى الشيطان يعني أو يهواه هو أيا كان كل التصرفات دي اتقالت في استهواته الشياطين. فالمشاهد إن ده مشهد منتزع من العرب كان بيحصل إن ممكن واحد من القبيلة ويبقى سيد في القبيلة وفجأة تلاقيه يتجنن ويسيب القبيلة ويهيم على وجهه ويعيش في الصحراء وفي الغابات ويتوحش يقولوا عليه يعيش مع الوحوش يعني ويسيب الناس. شوف ربنا شبه اللي بيبقى على طريق الحق ويضل باللي فقد عقله باللي مشي ما بيسمعش كلام حد عامل زي المجنون لا يفقه شيء ولا يسمع شيء ذلك اللي بينتكس كده والعياذ بالله كالذي وبعدين اصبح حيران. كلمة حيران ده تشخيص رائع من القرآن للي بيسمع للشبهات فعلا يقول لك انا ما عدتش عارف الحق مع مين انا ما عدتش عارف اسمع مين ولا مين ده اشوف البرامج دي اصدق دول ارجع اشوف دي اصدق دول يا عم انا هصدق ده ولا ده يا عم انا مش همشي مع اي حد تقول له طب ده ربنا بيقولك انا ما عدتش عارف القرآن ده مين بقى مين اللي هيفسر صح ده نفسه انا ما عدتش عارف ايه موضوع الاحاديث الصحيحة والضعيفة ده هو خلاص بقى عنده شك في كل شيء فاصبح حيران والعياذ بالله. له أصحاب صحابه بقى المؤمنين مش عايزين يسيبوه له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا طبعا رجح إن اللي بيدعوه هنا الأصحاب دول مؤمنين بعض المفسرين قال له أصحاب مصممين أصحاب شياطين تانيين بقى مصممين إنه ما يفضلش في مرحلة الحيران دي كمان لأن هو يقولك لو فضل في مرحلة الحيران ممكن يرجع لا أنا عايزه يوقن إن الباطل هو الصح عايز أخده معايا تماما ويقعدوا يقولوا له ايه مش انت حيران ده الهدى معانا تعالى له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا يبقى كلمه له اصحاب يدعونه تحتمل الاثنين اما ان له اصحاب مؤمنون حقا يدعونه الى الهدى ائتنا ودعك من هذه الحيره وان هدى الله هو الهدى وطب يجي يقول لك ايه الهدى بقى تقوم انت تقول له الاساسيات اللي يجي لك حيران ما تكلموش في الفروع خد بالك دي نقطه مهمه جدا في الدعوه اللي يجي لك حيران يقول لك انا ما اعرفش الجماعه الفلانيه صح ولا غلط قول له سيبك من ده كله تعالى نرجع الأصول أمرنا لنسلم رب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون كلموا في الآيات الأساسية وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق كلموا عن الله عن توحيد الله عن البعث عن اليوم الآخر عن الصلاة عن التقوى كلموا في الأصول ما تكلموش في الفروع دلوقتي معايا ما تجاوبش على شبهة فرعية الأصل بتاعها مش متأصل عنده انت بتعمل ايه معايا يعني ما تجيش واحد اصلا مش فاهم ايه فكرة السنة وازاي وصلت لنا وعمال يقول لك انا مش مصدق البخاري فهمه اصلا يعني ايه سنة او بلاش عنده اشكالية في احاديث ابو هريرة ازاي ابو هريرة بيروي احاديث كتير قبل ما ترد له فهمه يعني ايه السنة وازاي الله حفظ الدين وازاي ان القرآن نفسه اللي محفوظ من غير السنة كده هيفقد قيمته للناس والكلام العملي بتاعه اشرح له ده الاصول دي معايا قل ان هدى الله هو الهدى أو له أصحاب يدعونه الهدى ائتنا قلنا إما تحتمل إن أهل الإيمان خايفين على صاحبهم اللي ضاع ومش عايزين يسيبوه وعندهم فقه في الدعوة لما راحوا كلموه كلموه في إيه؟ في الأصول أو المعنى الثاني إن الحيران ده أهل الباطل مش هيسيبوه حيران هيفضلوا وراه لغاية لما العادوا بالله ينقلوه إنه يبقى مستقر في الباطل له حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا نسلم رب العالمين نكمل بإذن الله عز وجل نكتفي بهذا القدر نكمل المرة القادمة أنا بس إن شاء الله المرة القادمة واللي بعدها هيبقى ملغي إن شاء الله عشان احتمال أسافر عمرة بإذن الله عز وجل ادعوا لي كده بالتوفيق يعني فهنتوقف الخميس القادم والخميس اللي بعده هنتوقف أسبوعين أجازة نص السنة يعني هناخد أجازة السنة ونكمل إن شاء الله يعني الخميس اللي جاي مفيش الخميس اللي بعده مفيش الخميس اللي بعده بإذن الله عز وجل أسأل الله أن يتقبل منا وأن يوفقنا لفعل ما يحبه جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك